الأهلي يبدع ويمتع ويحقق الانتصار رقم 20 عن جدارة. فوز مستحق بهدفين نظيفين على المصري. بدري نجم المباراة يسجل في الدقيقة 46 وحمدي فتحي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 55. أهداف ضائعة بالجملة وأهداف ملغية بقرارات تحكيمية وكارت أحمر لأحمد ياسر لاعب المصري. تحليل فني وتفاصيل أكتر مع نجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن علاء ميهوب. فوز مستحق للنادي الأهلي. طبيعي طبعا فوز مستحق للنادي الاهلي، الف مبروك، 3 نقاط. النهارده لك فريق المصري حاول على قد امكانياته. طبعا الطرد فرق كتير مع فريق المصري، لكن النادي الاهلي كان هي كانت مساله وقت هيكسب او هيجيب جول، ده كان واضح جدا حتى مع نهايه الشوط الاول، لكن الامور اتسهلت. ادي الهدف الثاني بتاع حمدي فتحي. الهدف الثاني بتاع حمدي، بادجي برده اللي عمل الكوره. بادجي اللي عمل بالظبط. يعني هو بادجي يا اما بيحرز يا اما بيعمل اسيست. واضح ان هو يعني خلاص الثقه تماما، خلاص عنده دلوقتي كسب ثقه المدير الفني والجماهير. والاهداف دايما يا ايمن، الاهداف خصوصا لراس الحربه هي اللي بتديله الثقه، لكن بادجي اعتقد خد الثقه خلاص تمام دلوقتي. يحرزوا هدف النهارده وصناعته الهدف حاجه بتعليه اكتر. لكن نرجع للمباراه، زي ما بقول لك الطرد الشوط الاول الامور بقت سهله تماما للعيبه النادي الاهلي. تغيير عمر مسافر بنزول وليد. كمان في حاجه مهمه قوي، توقيت الهدف اللي جه بدري جدا، اول دقيقه من الشوط الثاني تقريبا الموضوع انتهت تماما بالنسبه للمصري. كانت مساله وقت بس، هو عايز على قد ما يقدر ما بقاش اهداء. عايز تطلع حاجه فاصل؟ لا 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 طيب معاي. على قد ما يقدر كان عايز، مش عايز النتيجه تبقى تقيله، عشان كده كان بيحاول بس يا دوب يدافع. يعني تقريبا انا شفت الشناوي الشوط الثاني دقيقه 86 لقطه، وشفته هو خارج اطمنت عليه، يعني اطمنت عليه وهو خارج ان هو كويس، وشفت دقيقه 86 اول ظهور ليه كان في دقيقه 86 اول ظهور ليه لكن غير كده الشناوي ما كانش موجود النهارده خالص. ما فيش الماتش ما فيهوش احداث كتيره. اللي سهل الماتش قوي او المباراه كلها الطرد اللي حصل. اتفقنا كلنا ان جونيور اجاييه بعيد عن مستواه، كان تغييره بين الشوطين كانت حاجه ايجابيه جدا. مستر فايلر احمد الشيخ الشوط الثاني اشتغل اكتر، زي ما كان يوسف بيقول ان احنا لازم نستخدم الجناب كويس قوي. الهدف الاول لو شفته ايمن، احمد الشيخ الهاني عملها بالعرض، بادجي في المكان وفي الوقت المناسب، وهدف سهل اكيد. لكن هو التمركز بتاع بادجي طبعا ممتاز. لعبه براسين حربة النهارده كان مدي دايما في كثافه عاديه في نص في ال 18 عندك، دايما بادجي موجود ودايما مروان. تكمله حمدي فتحي في الهدف الثاني، وليد اقول الهدف الاول بتاع بادجي. يعني بص بالظبط عايزين نتكلم فيه شويه، خصوصا من بدايه من محمد هاني. البدايه يعني هاتوا من الاول كده، من الاول خالص يا سمير لو سمحت، من بدايه الهجمه. هي البدايه من هاني للشيخ لهاني وهاني كمل هاني لبادجي، لمسه واحده اتعملت، ودي من المرات القليله قوي يا ايمن اللي النادي هي دي اللي النادي الاهلي استخدم فيها الاطراف صح، اللي احنا كلنا صحيح. في الاستوديو طالبنا بيها، انك انت لازم تستخدم الاطراف صح، انك كان عندك اتنين مهاجمين وبيجيدوا العاب الهوا حتى العاب الارضيه كمان هي. فكان لازم تستخدم الاطراف صح. واضح ان مستر فايلر اتكلم فيها خصوصا مع احمد الشيخ. احمد الشيخ كان تقريبا الجنب اليمين ما فيهوش اي خطوره في الشوط الاول، فكان لازم يبقى في تفاهم بينه وبين هاني. وبرده المساحات وضحت في الشوط الثاني بعد الطرد، المساحات برده الطرد ساعدك، لكن الحركه اللي بين الشيخ وهاني اتعملت حلوه قوي، هاني عملها حلوه قوي. بص بقى الكثافه ايمن بيتكلم عليها، ايوه 1 2 3 واثنين بره ال 18، فانت أيوة. عامل كثافه كويسه قوي. لعيبه المصري كتير بس ما فيش حد ماسك حد كالعاده، يعني مزبوط. انت عندك زحمه مزبوط. دفاعيه كمان، يعني مزبوط. 3 اهلي في 6 من المصري، لكن كل واحد بعيد عن الثاني ب 2 3 متر اتفضل، وكلهم باصين على الكوره. ما هي دي الافه اللي موجوده في المدافعين عامه، في المدافعين في الكوره المصريه، انه عينه على الكوره لكن مش عينه على اللي هيجيب الجول. يعني الكوره دي مش تخش جول لوحدها، يعني استحاله ان هاني يا دوب لحقها بالعافيه. لكن يحسب لبادج انه قطع على الزاويه الاولى، وكان مروان على الثانيه، وكان في تقريبا وليد، وبره موجود كان حمدي فتحي كان موجود بره. فطبعا الهدف ده كمان يا ايمن سهل امور تماما لعيبه النادي الاهلي. المباراه خلاص ما فيهاش اي مشكله، مفيش اي مشاكل لعيبه النادي المصري. زي ما بقول لك كمان جه بدري توقيته، انا بقول لك توقيته طبعا ممتاز، توقيت الهدف حلو قوي، توقيت الطرد كمان في نهايه الشوط الاول المهمه بقت اسهل لعيبه النادي الاهلي، بقت في صعوبه لكابتن طارق ولعيبته في الحاله اللي هم فيها دي. زي ما بقول لك انا متاكد ان لعيبه المصري بعد الهدف ده او بعد الهدف التاني، يعني التاني، كان بيتمنوا الوقت يعدي بسرعه، لان أيوة. خلاص هم بدنيا مش قادرين، المساحات موجوده، مش عايزين نتيجه تبقى اكتر من 2، مش مقبول. هنا بص
الخطوه اللي خدها بظهره هو خد خطوه صح. ده اللي انا لسه عايز اكلمك فيه. بص الفورورد عمل ايه؟ هي خد خطوه يعني هو صح. خد خطوه لقدام ورجع ورا تاني بالزبط. فتح لنفسه الزاويه عملها حلوه قوي طبعا، ودي يحسب له على فكره ان هو تحركه في ال 18 او الصندوق زي ما بيقولوا بوعي قوي وعارف دايما الكوره رايحه فين وهو بيروح للكوره. غير كده مفيش احداث كتير يا ايمن. يعني بص هو خد خطوه لقدام، بص رجعها تاني، بس هي دي الخطوه صح. اللي ورا دي هي بالظبط كده 70% من الهدف صح. اديت له وقت واديت له مساحه كويس قوي ان هو يعملها برجله اليمين في الزاويه البعيده. هدف معمول حلو يحسب البادج التحرك زي ما بقول لك، وهدف حلو. الراجل عنده ثقه في نفسه وكثافه عدديه ممتازه لعيبه النادي الاهلي، زحمه دفاعيه من لعيبه مصر لكن مفيش حد ماسك حد. مبروك النادي الاهلي، ثلاث نقاط مهمين في في طبعاً. في طريق الدوري اكيد طبعاً. واكيد مستفاد النهارده برضو اطمن على بعض اللعيبه النهارده الحمد لله على السلامه صالح حتى لو الوقت قليل قوي، لكن نزوله في الملعب ووجوده ورجوعه ثاني الملعب حاجه كانت مهمه ليه هو اساسا، يكتسب الثقه ثاني الملعب ويعرف ان الراجل بيفكر فيه، ودي حاجه على فكره ايجابيه جدا النهارده حتى لو دقيقه صح. كنا كلنا بنقول يا ايمن حتى لو نزل دقيقه الملعب النهارده لكن وجوده كانت حاجه مهمه مظبوط. ثلاث نقاط مستحقين للنادي الاهلي وهارد لك النادي المصري، حاول على قد امكانياته والظروف اللي هو فيها. كابتن محمد شفت المباراه ازاي من الناحيه الفنيه؟ المباراه فيها ايجابيات كثيره جدا، انا شايف النهارده الشوط الثاني حاجه ثانيه خالص، ويمكن احنا قلنا في نهايه بين الشوطين قلنا مع نزول قفشه الشكل هيتحسن كتير، وتوقعنا ان الطريقه هتتغير ل 4-1 اللي هو حمدي فتحي هيبقى واقف قدام الديفنس، وبعد كده هتبقى 3 اللي هو قفشه والشيخ وجونيور، وقدام الاثنين راس حربه مروان وباتشي. طبعا انا بحيي طبعا فايلر لانه بين الشوطين على طول راح مغير، يعني راح منزل كمان وليد سليمان، بقى وليد سليمان وقفشه، وهو ده اللي عمل الشكل الثاني مع استاذنك بس معلش هنروح للمستر فايلر في المؤتمر الصحفي وبعدين نرجع نكمل كلام مره ثانيه. على فكره ظابط نفسه على المؤتمر ولعبنا وجبنا الجون اللي احنا كنا عايزينه، بس الجون اتحسب اوف سايد، ولغايه ما حصلت حاله الطرد بتاعت اللاعب المصري. حاله الطرد كانت محوريه في المباراه، غيرت مجريات اللعب، والمصري دافع بعدها وما هاجمش غير قليل، فتسيدنا اللقاء وجبنا هدفين وكسبنا الماتش. قصدك رايه في اداءه ولا غيره في مشاركته؟ رايه في الاثنين، في اداءه وطباعه الفتره اللي جايه عنه هيبقى عامل ازاي، ومشاركه صالح كمان على اول مره مباراه رسميه في الطباعه برضه الفتره اللي جايه عنه هيبقى عامل ازاي. تو دابور فيليسيتي بلاتيتوار بيل دو موند وتخافي بلا بارتيسيباسيون دو العربي، جو بوزي كيستيون سي با لا بارتيسيباسيون وتخافي دون لا بيرفورمانس باسكو فوز افي في لا بارتيسيباسيون ما دي وي لا بيرفورمانس دو العربي aujourd'hui et le fait d'aligner Salah après une longue période d'absence. Alors, moi je ne vais pas, dire quelque chose qui concerne la performance si un joueur est rentré après 84 minutes. Alors, il ne faut pas faire une analyse. Hein, si un joueur a joué à peu près 10 minutes. Hein. Tous les deux joueurs, Rabi et Salah Gomez, ils ont joué 10 minutes. Mais oui, Gomez, il a fait des progrès. Hein, d'abord tout, mais après, vous avez aussi vu, hein, si vous êtes objectif, hein, il a fait des progrès, mais il a aussi des difficultés, parce qu'à la fin, hein, il faut être physiquement prêt, et s'il continue comme ça, il a aussi hein, toutes les possibilités comme tous les autres pour avoir hein, des entrées comme des autres joueurs, mais il faut être physiquement prêt. Il a fait des progrès, mais il doit encore faire beaucoup plus de progrès. سؤال الاستاذ احمد فراج بيقول ايه رايك في مشاركه وفي اداء عربي بدر النهارده اللي شارك لعيب صغير وصالح جمعه اللي شارك بعد فتره غياب طويله جدا، فبيرد بيقول انا ما اقدرش احكم على اداء لعيب نزل في الدقيقه 84 اجمالي لعبه في الشوط كله ما كملش 10 دقائق حوالي 10 دقائق، فصعب اعمل تحليل لاداء واقيمه، بس بالنسبه لصالح جمعه هو عمل مجهود واستحق انه يلعب، بقى له فتره بيشتغل على نفسه، بس زي ما لاحظتم لو انتم يعني انتم موضوعيين وشايفين الموضوع بقى عندكم يعني حكم ايجابي على اللاعب نشجعه، بس هو لسه ناقصه شويه، احنا اديناه اللاعب بس لسه قدامه شويه، انتم لاحظتم ان حالته البدنيه لسه مش جاهزه 100% وانه محتاج يشتغل
عشان يوصل للحلقه البدنيه زيه زي زمايله. في الحاله دي هيستحق زيه زي زمايله ان ياخد وقت زمن مشاركه لما يكون يعني جاهز فيت 100%. عربي قال لحياتك صعب يقيم عربي بعد جزئية اشتكى تشوف هو زي ما قال لحياتك هيبقى صعب يقيم حد لعب في دي 84. يعني هو مشاركته اوكي بس قيم اداؤه هقيمه لعب فتره صغيره صعب ان اقيمه في 10 دقائق لعب. اتفضل انا متاسف انا اسف بس مش انا اللي بعمل المونيتور انا اسف مش بتشاهدك انا اسف انا بعتذر لحد كده اسف تمام ايه دي بوزا كيستو جي بابي طب اتفضل في حاجه صح هو مش لابس كمامه استاذ احمد عصام مش لابس كمامه حضرتك ممكن تسال اتفضل فيلم اسم حياتك طب اسم حياتك احمد خالد ولا جونيور جاي اون دي كارت ريغلمون دو فوتر افكتيف سا في كالكو ماتش كي بال كابابل دو نيفو لا بروبليم دو بال بال ميم نيفو كال اي فوتر ايفالواسيون كال اي سيرتيفيكاسيون بور لو نيفو دو فوتر وي لا الى دي ديفيكولتي هان il est en peine de jouer comme il a joué en avant mais la seule chose qui nous reste à lui-même et aussi à nous comme équipe et nous le staff les entraîneurs il faut travailler, il faut faire plus, il faut tout investir qui est possible pour recevoir de nouveau le même niveau comme il a eu. Mais actuellement, ce n'est pas le même junior que tout le monde connaît et il faut travailler. Les justifications, vous les posez à cause de quoi vous avez... Oui, il y a des raisons, mais ce sont des raisons de temps en temps qui sont aussi privées. La pause de Corona, ce n'était pas si facile aussi pour les étrangers hein, qui n'ont pas vu pendant longtemps leur famille. Mais ce sont des raisons qu'on doit régler interne. استاذ احمد خالد من الوطن بيسال بيقول جونيور اجاييه احد كروتك في كروت الفوز بتاعك بتستخدمها دايما في الماتشات مستواه متراجع بقاله فتره بتعلل ايه بتعلل ده بايه فبيرد بيقول انا متفق مع حياتك اجاييه مش نفس المستوى اللي بدا بيه الموسم عنده مشكله بس ده طبيعي بيحصل لكل لعيبه القدم كره القدم وهو لعيب مهم بالنسبه للفريق والحل بالنسبه له زي اي لعيب مستواه بينزل انه يشتغل على نفسه ويبذل مجهود اكبر ويستثمر في نفسه الفتره الجايه عشان يرجع للمستوى فانا سالته انه حضرتك كنت سالته قلت له طب ايه الاسباب ده؟ قلت له طب هي ايه الاسباب؟ قال هو ما فيش اسباب يعني اقدر اقولها على العلن هي اسباب خاصه داخليه هي اكتر من بعد العوده من كورونا هو طبعا يعني وحش اهله وكده وبعيد عن اهله فطبعا ممكن يكون ليها دور كبير في ان هو مستواه يعني حتى النفسيه عنده مش 100% عشان خاطر اهله وحشينه لقوا فتره طويله ما شافهمش فده بس بقول حاجه زي كده المفروض ما نقولهاش بنعالجها داخليا جوه الفريق. اتفضل يا فندم. Félicitations pour la victoire. Malgré la victoire, la condition pour rencontrer les problèmes rencontrés, comme les joueurs, il y a quelques joueurs qui ne sont pas au niveau, il y a des joueurs qui ont beaucoup de blessés. Et on a vu vous-même, vous avez changé le système de jeu plusieurs fois durant le match en dépend du jeu, des fois de l'adversaire. Et même vous avez aligné les joueurs qui jouent pour partie pour la première fois, comme Arabi et Salah. Vous avez trouvé des solutions. Pourtant, les supporters vous critiquent pour la performance et voient que la performance n'est pas à la hauteur des. Qu'est-ce qu'il a, ce qu'il attend de vous quelle est votre motivation pour ça pour la performance n'est pas 100%. Je rigole. Je rigole. Parce que tout le monde qui connaît le foot, qu'est-ce que vous pensez? On va gagner tous les matchs? Alors en Égypte, c'est le seul pays qu'un club va gagner tous les matchs. C'est même pas en Angleterre, c'est même pas en Espagne. C'est impossible. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut gagner tous les matchs 3-0?
et les adversaires. Ce sont des pipes ou quoi? Ça, c'est le foot. Et si tu as fait un premier tour comme on a fait et vous avez donné les raisons, maintenant on a des absents, on a des joueurs qui sont blessés, on ne peut pas garder tout le temps le même niveau. Mais ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que, comme ça, il ne faut plus jouer. Mais c'est fini. Allez, gagne tous les matchs. Il faut jouer. Il faut plus. Pourquoi vous venez au stade? Pourquoi? Hey, on gagne tous les matchs. C'est normal, parce qu'on est Ali. C'est normal. C'est le foot. سؤال استاذ احمد عصام. السؤال بيقول برغم طبعا مبروك على الفوز، برغم الاداء، برغم فوزك النهارده الجماهير يمكن بتحفظ على، وانت غيرت طريقه لعبك ولعبت لعيبه جديده بتلعب لاول مره، بتحاول توجد حلول عشان تحسن الاداء، لكن برضه في علامه استفهام حوالين الاداء. الجماهير بتتكلم في الاداء، مش راضيه عن الاداء، فزي ما انت شفت متضايق وقال طبعا يعني ده منطقي، دي كره قدم، مفيش فرقه بتكسب طول الوقت، يا اما خلاص الناس تقعد في بيوتها ويقولوا خلاص الاهلي هيكسب، مفيش فرقه بتكسب 3-0 كل ماتش، يعني مفيش فرقه ثانيه بتنافس، الكلام ده مش موجود غير في مصر، في اوروبا الكلام ده مش موجود، وفي حضرتك نفسك ذكرت ان في اسباب وفي معوقات، وبرغم ده احنا بندي اداء كويس وبنكسب، يعني مفيش فرقه بتكسب على طول، ده طبيعي، احنا الدور الاولاني ان هنا درجه كامله زي ما انت شفت لعبنا ازاي وكان المنظر شكله ازاي، المفروض يبقى يعني متقبل ان في بعض الاخفاقات في بعض المباريات او الاداء مش بالشكل اللي منتظرينه، ده ما يقللش من قيمه الفريق. وكرر تاني في الاخر مفيش فرقه بتكسب على طول. Et tout le monde qui veut, aussi si on a des absents, aussi si on gagne beaucoup, tout le monde qui veut que la performance est toujours super haut, il faut jouer pas de foot, il faut pas regarder de foot, il faut jouer PlayStation. وكل الجماهير PlayStation. وكل الجماهير اللي بتتمنى ان المستوى يبقى هايل وتكسب على طول وكده ما يلعبش كره قدم، يلعبوا PlayStation، لان في كره القدم مفيش كده. اوكي. ميرسي. كابتن محمد يوسف كنا بنتكلم قبل المؤتمر، ولكن حد عنده تعليق على المؤتمر وكلام مستر فايلر؟ لان هو انفعل في الاخر وتقريبا قام منفعل بسبب السؤال اللي ساله احد الصحفيين. هو يعني هو ممكن يكون يعني لما اتسال على الاداء فهو وجهه نظره طبعا لما اللي فهمناه ان يعني ما فيش فريق في العالم بيلعب باداء عالي في كل المباريات، وهو بيتكلم بيستشهد ان يعني احنا لعبنا الدور الاول بشكل رائع واداء ونتيجه، ووارد ان اي فريق في العالم ممكن يكسب في ظل اداء مش احسن حاجه، لكن هو شكر في الاداء في نفس الوقت، يعني بيشكر في الاداء يعني بيتكلم على جونيور برضو في نقطه من النقط، يعني ان ما هوش عنده احسن مستوى وبرر ده ممكن ببعده عن اسرته. ما كويس، انا عايز اتكلم في النقطه دي، معلش مش عايزها كده، انا عايز اكلمك ما انا هتكلم برضو في الحته دي بالزبط. لان دي من السلبيات اللي قابلناها النهارده، يعني احنا عايزين نتكلم على السلبيات والايجابيات. النهارده انا شايف في ايجابيات كويسه جدا، يعني النهارده احراز بادجي للهدف الاول ومن تحرك زي ما انت قلت ذكي جدا، عاده راس حربة لما نعم انا اللي قلت ما انا قلت الكابتن علاء قال زي ما قال الكابتن علاء انه خد خطوتين لورا عشان يفضي نفسه بالزبط. وعملها من لمسه واحده، ومحمد هاني عملها له بشكل رائع، فدي من الايجابيات. ليه؟ لانه بيثبت النهارده جاب جون قبل كده في اسوان، النهارده بيجيب جون، حتى المحاولات بتاعته في مباراه الزمالك كانت محاولات، لا سوري مش محاولات الزمالك، في المباراه اللي فاتت اللي هي جونة. فمن يعني بيبني ثقه لنفسه مع الجمهور، ودي حاجه كويسه جدا من الايجابيات. انا شايف برضو النهارده ان تسجيل حمدي فتحي للهدف الثاني برضو ده من الايجابيات. حمدي فتحي قعد فتره طويله عمل عمليه ورجع وما كانش بالاداء اللي عايزين نقوله معروف عنه برضو، لانه قعد فتره طويله بالاضافه لفتره الكورونا كمان، فالنهارده بيحرز هدف ده هيفرق معاه في المباريات القادمه بالنسبه للثقه بتاعته، لان حمدي من اللعيبه الجيدين جدا ومن اللعيبه اللي كمان بتخش البوكس في الكرات الثابته وفي الكرات المتحركه بشكل كويس جدا. النهارده برضو لازم نشيد بفايلر في حته نزول صالح، لان كتير جدا صالح يمكن اول مباراه يلعبها مع فايلر من 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 يعني من سنه يعني فايلر تقريبا بقاله سنه،
فالنهارده انه يشرك صالح معناها انه عايز اقول يعني ما بيعاندش يعني ما الراجل شايف ان ممكن يساعده فبدا يديله، دي حاجه كويسه جدا. واتمنى ان صالح كمان يمسك في الفرصه، النهارده اداله ممكن 8 دقائق او 9 دقائق الوقت الضايع، ممكن يوصله 12 دقيقه ولا حاجه، فدي خطوه برضو ايجابيه في العلاقه ما بين صالح وفايلر، ودي هتصب في مصلحه الفريق، فدي حاجه برضو من الحاجات الكويسه. النهارده الدفع بعربي عربي بدر، ده برضو من الايجابيات الايجابيات النهارده المباراه. صحيح. ليه بقى؟ انت بتدي فرصه لناشئ، بتظهر ناشئ، بتطلع بتضخ عدد عندك ووجوه جديده، ودي حاجه من الحاجات احنا يمكن قلناها قبل كده في مباريات انت بتبقى ضامنها خلاص، فلما بتحط ناشئ او اتنين معاك في الليسته بتاعتك تحسبا لو المباراه الحمد لله كويسه والنتيجه كويسه وشايف ان يعني الفريق اللي قدامك الى حد ما الدنيا كويسه، خلاص بنزل بقى بدفع بالناشئ ده ياخد ثقه في وسط زمايله ويبدا يتحرك، يبدا ياخد احساس الملعب، وبالتالي دي برضو انا شايفها من الايجابيات النهارده حته الدفع بعربي. الحته السلبيه اللي انا يعني عايز برضو بكرر فيها الحته اتكلم، لازم يتعرف ايه اسباب الاصابات العضليه، يعني النهارده انت بتفقد واحد زي السوليه، الله اعلم يا رب ان شاء الله يكون الشد ده حاجه بسيطه وما تاخدش فتره طويله، لكن مش طبيعي ان يجي شد في الدقيقه 42 لعيب عندي، وحتى لو عشان السوليه خلي بالك السوليه واخد ماتشات كلها كامله، فهنا لازم ابقى انا عندي تدوير في الحته دي، ادور ما بين ديانج ما بين عربي ما بين السوليه ما بين حمدي فتحي، عندي اربع لعيبه في الحته دي لازم يتم التدوير فيهم، وفي بعض المباريات ممكن العب بقفشه زي النهارده لعب بقفشه وحمدي فتحي ويقدر يكمل، فالنقطه دي مهمه جدا. النقطه الثانيه كمان اللي انا شايفها من السلبيات النهارده هو ايجاد حل الجونيور، يعني هو غير جونيور اداله 45 دقيقه ما هوش جاي في المستوى، وهو كمان قال في المؤتمر الصحفي ان جونيور مش في احسن حالاته. انا دوري برضو كمدير فني ان انا لازم اعرف ايه الحق، ايه اللعيب ده، ايه مشكلته، ممكن هو قال ان هو بعده عن اسرته، طب خلاص ما فيش مانع ان ممكن ياخد اجازه 3 ايام يسافر لاسرته او اسرته، يمكن ما فيش سفر اصلا، ما هو النهارده ديانج لا تم السماح لديانج مثلا انه يسافر نيجيريا النهارده، نيجيريا قفل، يمكن نيجيريا قفل، ممكن يكون نيجيريا قفل. طيب يبقى لازم معلش يا تونس، بس ده مش سبب مقنع يعني، طب ما كان ممكن يسافر مع ديانج وخلاص، مش سبب ويطلع من هناك بري ياخد اي ميكروباص من هنا. لا انا عايز اقول ايه، ان ممكن خلاص السبب طالما اتعرف السبب وملوش علاج خلاص ماشي، انا بتكلم على ان انا كمدير فني لازم اشوف ايه الاسباب واحاول ان انا اعالجها لو في استطاعتي اعالجها، ما في حاجه بقى زي دي بره استطاعتي خلاص ده امر واقع. هو دي هنرجع لها النقطه ديت لان اكيد ليها حل، ولكن هنروح الاول مع مراسلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام، يسعدني ان يكون معي في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، محطه من المحطات الصعبه في مشوار البطوله والدرع رقم 42 النهارده، مكاسب متعدده من المباراه، عوده صالح جمعه المشاركه الاولى الرسميه لعربي بدر كناشئ من ناشئين النادي الاهلي، وعوده وليد سليمان واستمرار بدجي في التهديف، كلها امور من مكاسب الاهلي في النهارده في اللقاء. الحمد لله طبعا على كل شيء، برضه مباراه من المباريات المهمه المحطات المهمة في مشوار الدوري ده، دوري بالتأكيد يعني مهم جدا جدا بالنسبة لنا وطويل، وبيتاخد المباراة بتاخد او الدوري بيتاخد على مراحل، عندنا غيابات ان شاء الله الرحمن بعد اسبوعين ولا حاجة هتبقى الصفوف احسن وافضل، ان شاء الله الرحمن نعدي المرحلة بشكل كويس، انتصاراتنا تبقى متتالية، يعني طبعا عمرو السولية برضه هنشوف فترة غيابه قد ايه، لكن ان شاء الله الرحمن اللي موجود عندنا ثقة فيها. سيد، داخلين على مرحله من المراحل المهمه، مرحله حسم الدوري، عندنا مباراتي الدور نصف النهائي امام الوداد، لكن دايما الرهان بتران على شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. انا شايف ان اللي بيحصل ده كله امور طبيعيه جدا، يعني بعد غياب فتره طويله كل بيبقى متاثر شويه لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايزه مع اكتمال الصفوف بتاعك، هياخد وقت بالتاكيد، يعني خلينا ناخدها مرحله مرحله او واحده واحده كده، عندنا مباراه مع دجله ثم مباراه مع الحرس وبعد كده بقيه الجدول هيجي لنا يعني، ثم مباراه افريقيا، خلينا نركز في ده، يهمنا ان احنا ناخد النقاط في كل مباراه، 3 نقاط في كل مباراه، يهمنا ان احنا نوصل في مباراه الوداد ان شاء الله من غير اصابات ولا غيابات يعني.
كابتن سيد النهارده شفنا التحرر شويه في الجانب الهجومي من النادي الاهلي، شفنا تعدد محاور النادي الاهلي، تقدر تقول المباراه النهارده وان سايد جيم من النادي الاهلي؟ يعني طبعا يعني يمكن احنا حالتنا احسن، احنا ظروفنا احسن، لكن في النهايه برضه هي مباراه كوره. انا دايما بقول الاحداث هي اللي بتبقى غالبه، يعني ممكن الاحداث تخدمك وممكن ما تخدمكش. يعني الجول اللي احنا جبناه في بدايه الشوط الثاني بالتاكيد ادانا ارتياحيه اكتر، كان ممكن العدد يزيد من الاهداف، لكن اهم حاجه زي ما قلت ان انت تاخد الثلاث نقاط في المرحله اللي انت فيها لحد ما صفوفك تكتمل. يعني بشكر حضرتك وبالتوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وفوز النادي الاهلي على فريق المصري بهدفين، والنادي الاهلي بيرفع رصيده للنقطه رقم 62 خطوه خطوه. النادي الاهلي بيقترب من حسم الدرع رقم 42. مستمرين مع حضراتكم، مستمرين معاك يا كابتن ايمن من هنا من داخل استاد الجيش ببرج العرب، وتغطيه خاصه لمباراه النادي الاهلي والمصري وفوز النادي الاهلي على المصري بهدفين مقابل لا شيء. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل، ايه اللي اتغير في اداء النادي الاهلي الشوط الثاني عن الشوط الاول؟ لا، في اسباب كتير. يعني اول حاجه حاله الطرد اللي في الشوط الاول، لما يعني مش سهل انك تكون حتى وانت جاهز قوي وانت في التوب فورم بتاعتك لعب النادي الاهلي وانت ناقص، دي بتبقى صعبه شويه على كل الفرق. ده جزء. والجزء الثاني الهدف المبكر برضو فتح الجيم شويه او ادى اريحيه شويه في انك يعني حاله العصبيه اللي موجوده انك عايز تسجل اهداف على طول دي قلت شويه. الهدف الثاني برضو بعدها على طول عزز لك ده واداك اريحيه كمان. انا شايف الشوط الثاني احسن ان لعيبه الكره كانت اكتر. دي حاجه مهمه جدا. حتى يعني ممكن يكون كان في استحواذ في وقت من الاوقات ممكن يكون سلبي شويه، يعني هو في استحواذ الشوط الثاني وان سايد جيم، احيانا في استحواذ سلبي وده مطلوب. الاستحواذ السلبي ده احيانا بيبقى حلو، بيبقى حاجه كويسه للعيبه جوه الملعب. كم السبرنتات بتاعتك بيقل، التحرك من غير كره كتير موجود ولكن الريتم مش عالي قوي، مفيش كم سبرنتات كتير قوي، ودي من الحاجات برضو اللي طول ما انت الكره في رجلك انت مستمتع. ومن ايجابيات المباراه النهارده ان في لعيبه اخذت ثقه. يعني في لعيبه المباراه اللي فاتت قفشه هندي مثال بقفشه اعتقد النهارده لو عملت له احصائيه لكل الماتشات اللي فاتت هتلاقي النهارده اكتر مباراه لمس فيها الكوره. ايوه. واكتر مباراه عمل فيها تمريرات. صحيحه وحاجات تدي ثقه. لما يكون لعيب الكوره لما يكون يعني مش في حالته او الفرقه كلها مش في حالتها، خلينا منطقيين ان احنا اتفقنا ان النادي الاهلي او كل الفرقه هترجع بعد ازمه الكورونا هتاخد وقت. صحيح. وده شيء طبيعي. النهارده المباراه اعتقد الخامسه، المباراه السادسه النهارده، وده برده مش رقم كافي انك ترجع للتوب فورم بتاعك، ولكن في حاجات مش هقول ان هي ترجعك بسرعه، ولكن الاساسيات كويس. انك ترجع للاساس كويس. كل ما تبقى الدنيا متلخبطه معاك ترجع للاساس كويس. ترجع الاساس ده كل لعيب في مكانه ماشي، كل لعيب يؤدي بطريقته ومع الوقت كل واحد هيرجع مستواه بشكل تدريجي، وده شيء طبيعي جدا. وخد بالك اللي قاله الخواجه في المؤتمر هو مظبوط، ان طبيعي دي الكوره، وان طبيعي ان بعد ما الناس ترجع ده في الوقت ده كله الفترة اللي فاتت دي كلها ان ده يبقى الطبيعي. وخد بالك مش النادي الاهلي بس، النادي الاهلي وفرق كتير يعني ماشي. كل الفرق يعني بس النادي الاهلي كمان عنده حاجة كويسة او ميزة ان هو بيكسب نقاط وهو مش في احسن حالاته. كويس، بس النقطة دي برضو ممكن يترد عليها على اساس ان برضو الفرق الكبيرة زي مثلا النادي الاهلي، نادي الزمالك، بيراميدز، فرق كبيرة عموما يعني عندها البدائل. يعني لو احنا قلنا مثلا النادي الاهلي ناقص النهاردة 2-3 لعيبة، المستوى الفني ما بيطلعش كل ماتش زي متفقين. انما انت عندك بدايل، بس احنا اصلا رجعنا بالبدايل. حضرتك لما رجعت بعد الكورونا رجعت بالبدايل، لو جيت بصيت للفرقه الناس الثلاثه اللي تحت خط الفيرود الاساسيين مش موجودين. ايوه. رمضان ما بقاش موجود معاك، كهربا مش موجود معاك البديل الثاني، وحسين الشحات مش موجود معاك، فده الخط ده الخط يعني اللي تحت الفيرود الاساسي، الثلاثه مش موجودين. مظبوط. الناس اللي موجوده هي دي اللي كانت البدايل. أيوة. هو الطبيعي ان يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه، وده اللي موجود. خلي بالك برضو احنا بنعمل روتيشن، ولكن انت عملت روتيشن اوريدي برقم اثنين، مش انا برضو مش حابب اسمي اثنين وثلاثه عشان أيوة. هم أيوة. النادي الاهلي المفروض اللعيبه اللي فيه تبقى كلها تقدر تشيل على مستوى واحد، ولكن ده طبيعي جدا. انت النهارده جيرالدو ايه مشاركاته كانت قد ايه؟ الشيخ كانت مشاركاته كانت قد ايه؟ قفشه لعب في مكان مش في مكانه، جونيور هنكمل بمناسبه احمد الشيخ، ولكن هنروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب مباراه ومعاه كابتن احمد الشيخ.
من جديد بجدد التحية بيك كابتن أيمن وبضيوفك الكرام. يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم المباراة أحمد الشيخ. كابتن أحمد، محطة من المحطات الصعبة، ونقدر نقول واحدة واحدة النادي الأهلي بيقترب من حسم البطولة. النهاردة كانت مباراة صعبة أمام المصري، لكن الران دايما بيبقى على شخصية لاعب النادي الأهلي وقدرة لعيبة النادي الأهلي على تجاوز الكباب بسرعة. تحياتي ليك طبعا، تحياتي الكابتن ايمن والكباتن في الاستوديو. الاول بنحمد ربنا عز وجل على الماتش النهارده وثلاث نقاط مهمين جدا، هيقدروا ان شاء الله يعني الماتشات اللي جايه نقلل فيها باذن الله، نقلل عدد الماتشات نقدر نكسب فيها باذن الله وننهي الدوري في اقرب وقت. فبنحمد ربنا ومبروك للعيبه. كابتن احمد، الجماهير كلها متابعه بقول لك الاهلي بيوصل كتير لكن ممكن بنضيع كتير، شايف الامر ده ازاي؟ اكيد طبعا تضييع الفرص دي بتبقى اول شيء طبعا بتوفيق ربنا عز وجل، يعني اكيد لو في توفيق من ربنا الكره هتدخل لوحدها يعني. بس احنا بنشتغل كويس ومع المدرب وطبعا مركزين، طبعا اكيد ما فيش حد بيبقى عايز ان هو يضيع، بس ان شاء الله التوفيق يجي باذن الله في الماتشات اللي جايه باذن الله، واهم حاجه ان احنا بنكسب. بعد مباراة الزمالك كان الرهان دايما على شخصية النادي الأهلي، وإن المباراة وعدت فوز في الوقت الدقيقة الأخيرة على الجونة إدى ثقة أكتر، رفع من معنويات اللاعبين. النهارده بتحقق فوز آخر، دايما بنتكلم على ثقة لعيبة النادي الأهلي وثقة الجماهير في لعيبة النادي الأهلي. أكيد طبعا أنتم شايفين يعني الظروف الصعبة اللي مرينا بيها في ماتش الزمالك، طبعا يعني سوء توفيق كبير جدا بإصابة كام لعيب مؤثرين. ظروف الماتش كمان يعني اعتقد لو كان في الشوط الاول في كام فرصه قدرنا ان يكون في توفيق ربنا فيها كان الماتش هيبقى مختلف عن كده، لكن طبعا يعني متعودين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندهم شخصيه ان خلاص يعني الماتش بينتهي خلاص بنفكر في اللي جاي، مش هنقعد نبص ورانا وعندنا ماتشات مهمه الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها باذن الله. المرحله القادمه مرحله صعبه، عندنا مرحله حسم دوري، عندنا مباراتين دور نصف النهائي امام الوداد، شايف المرحله ازاي؟ اكيد طبعا زي ما بقول يعني المرحله اللي جايه صعبه جدا، عندنا ان شاء الله مركزين دلوقتي في ماتشات الدوري ان احنا نقدر نخلص الدوري بدري عشان باذن الله نقدر اللعيبه كلها تبقى مركزه والجهاز الفني يكون مركز على ماتش الوداد، وربنا ان شاء الله يوفقنا ونكون عند حسن ظن جماهير الاهلي ان شاء الله. كابتن احمد والتوفيق في المرحله القادمه. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، معانا واحد من نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واحد وابن من ابناء قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ودايما بنقول ان النادي الاهلي دايما جيل بيسلم جيل. عربي بدر النهارده، عربي بقول لك مبروك على المشاركه الرسميه الاولى ليك مع فريق النادي الاهلي، اكيد لحظه كنت مستنيها بقى لك كتير. ربنا يخليك يا فاروق، ربنا يخليك تسلم لي. طبعا زي ما انت قلت اكيد مستنيها بقى لي كتير، والحمد لله ربنا النهارده كرمني وقدرت اشارك الحمد لله. قول لي ابرز التعليمات اللي قالها لك مستر فايلر قبل ما تنزل، وكنت شايف النهارده ان علي معلول هو اللي قايم بدور المترجم، كان بيقول لك ايه؟ كابتن علي معلول وكابتن سلية قبل ما انزل قالوا لي اهدى وما تستعجلش والعب لعبك اللي احنا عارفينه يعني، والحمد لله ربنا كرمني. والنهارده الكوتش قال لي انت تلعب وينج قدام محمد هاني والعب براحتك وما تستعجلش، والحمد لله ربنا كرمني يا فاروق. عربي دايما بنقول ان لعيبه النادي الاهلي بتحتوي اللعيب الناشئ او اللاعب، مش هقول الصغير، اللاعب اللي طالع من قطاع الناشئين، اكيد انت لمست الامر ده مع اللاعبين وقربك من سلية، حمدي فتحي، ديانج، اللعيبه اللي بتلعب في خط النص. اكيد يا فاروق طبعا، انت عارف النادي الاهلي منظومه كبيره ودايما ما فيش حد بيحسس حد ان انا اكبر منك او اصغر منك، كله احنا في منظومه واحده وهدفنا الوحيد الدوري ان شاء الله، وافريقيا باذن الله نقدر ناخدها ان شاء الله، ودعوات الجميع ان شاء الله الفتره الجايه. حصلت مع الاهلي الموسم الماضي على الدوري بدون مشاركه رسميه، لكن اعتقد ان الدوري ده بالنسبه لك هيبقى مختلف تماما. الحمد لله السنه اللي فاتت حصلت ثلاث بطولات، دوري 2001 ودوري 97 ودوري الدوري الممتاز، وان شاء الله السنه دي ربنا يكرمنا وناخد الدوري الممتاز باذن الله. عربي، عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا، رسالتك اللي دايما نقولها للاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وانت واحد من اللاعبين اللي يدي الامل لقطاع الناشئين في النادي الاهلي ان كل واحد بياخد فرصته وكل واحد دوره جاي. والله يا فاروق يعني الحمد لله، انت اهم حاجه تتعب وتركز وتتمرن على نفسك، واكيد ربنا ما بيضيعش تعب حد. انا الحمد لله ربنا كرمني من اول ما رحت النادي الاهلي في الناشئين من 2011 كنت بتمرن وبركز وبنام وباكل كويس والدنيا، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا زي ما انت شايف قدرت اشارك في النادي الاهلي، والحمد لله ده كان حلمي ان انا اشارك في النادي الاهلي قبل ما افكر في اي حاجه يعني. عايز اختم معاك يا عربي، مين تقول لي شكرا ومدربين اللي ليه مجهود وليه فضل عليك في قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ انا عارف ان هم كلهم مدربين كبار وكلهم ليهم الفضل، لكن تحب تقول لي مين شكرا؟ هو طبعا بص كلهم طبعا بشكرهم من اول حاجة.
حد جه اتمرنت معاه كابتن ياسر محمدين وكابتن احمد سراج وكابتن محمد شرف وطبعا كابتن عادل عبد الرحمن. طبعا بشكرهم كلهم وبشكر المساعدين اللي اشتغلوا معاهم. فانتوا بصراحه يعني كلكم فدتولي واستفدت منكم كتير، والحمد لله رب العالمين الفتره الجايه تكون خير كده واقدر ابقى عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. اشكرك يا عربي وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. كابتن ايمن، زي ما قلنا النادي الاهلي جيل بيسلم جيل، ودايما جيل بيستلم الرايه من الجيل اللي قبليه. عربي بدر واحد من اللاعبين نتاج قطاع ناشئين بالنادي الاهلي، النهارده بيسجل اول مباراه رسميه ليه مع النادي الاهلي، وفوز النادي الاهلي على المصري بهدفين مقابل لشيء، مقابل لا شيء. نقول مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه، مباراه وادي دجله ومباراه حرس الحدود، ثم باقي المباريات والمشوار الافريقي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح. طبعا ايجابيات الماتش النهارده وجود طبعا صالح جمعه والعربي بدر، ويمكن الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه قبل زميلنا فاروق صلاح يا كابتن عادل، بنتكلم على ايجابيات المباراه، ويمكن من ضمن ايجابيات قال عليها كابتن محمد يوسف موضوع حتى لو كان الوقت كان ضيق، ويمكن هو قال مستر فايلر في المؤتمر ان هو الوقت كان ضيق، ولكن دي تعتبر ايجابيه من ضمن ايجابيات. ومن ضمن الإجابات اللي احنا اتكلمنا عنها كمان وانت اتكلمت عنها بالذات مجدي قفشة. مجدي قفشة لعب النهارده 53 دقيقة بالظبط، يمكن انت اتكلمت عليه بصورة واسعة شوية ان هو كأنه لعب الماتش كله، ولكن فعلا أرقامه تدي الانطباع أو الإيحاء ان هو لعب الماتش كله. يعني هو مثلا من 39 تمريرة لعب 37 تمريرة صحيحة. مظبوط. ودي نسبة يعني، ولو جبت احصائيات المباريات اللي فاتت هتلاقي ان هو النهارده لمس الكوره، لمس الكوره اكتر من الماتشات اللي فاتت. وعمل تمريرات بينيه، التمريره البينيه واحده، ولكن بالارقام دي يعتبر من نجوم المباراه. طبعا يعني هو الوقت احنا زي ما اتفقنا ان التغييره دي غيرت شكل الاداء بطريقه غير مباشره. ان هو يعني طبعا احنا ما كناش نتمنى ان السولية يتعور، ولكن وجود قفشه يعني انا لو انا عايز اعمل تغيير هعمل تغيير في المكان ده. بعد الطرد هعمل تغيير في المكان ده، ان لازم واحد من الاثنين يكون عنده شويه كورته مؤثره اكتر. السولية وحمدي كورتهم سليمه، ولكن ما فيهاش ريسك، ما بتديكش الريسك بتاع رقم 10. فانت كنت محتاج ده. فطبعا بس وجهه نظرك ان هو هيطلع واحد من راسين الحرب ولا واحنا شغالين يعني في مليون قبل حل. قبل اصابه عمرو السولية في مليون حل، يا اما في كذا حل، يا اما تطلع واحد من الاثنين راس حربه او تنزل في حاله الطرد. هي خدمت ان خلاص هو ما فيش حد غير قفشه. لما السولية اتعور خلاص ما عندكش تغيير تاني غير قفشه او عربي، فانت مش هتجازف بعربي برده من البدايه، هتدي له وقت طويل. مزبوط. فهو التغييره ملهاش يعني تغييره، لما السولية اتعور ما فيش تغييره تانية غير قفشه. لكن لو السولية موجود كنت ممكن تحتاج قفشه رقم 10، فده ما فيهاش مشكله. طب دي نقطه قفشه. نقطه صالح، انا برضو مهم جدا ان ما تخلينيش اعند، ما تخلينيش انا كمدير فني تفضل. انا برضو مستغرب ان في الاستوديوهات صالح 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 صالح، يعني برضو ده برضو مش يعني على المدير الفني. انت بتعمل له لود وبتصدر له مشكله هي ممكن تكون مش مشكله بالنسبه له، او ممكن تكون انت عمال هو بيحضر لحاجه وانت عمال تضغطه. وده مش صحيح. انا حتى الاسئله غير منطقيه، ما ينفعش كل بعد كل مباراه اتعادل تقول لي صالح. ماشي، هو صالح اصلا ما كانش موجود في الصوره وانت بتكسب. أيوه. طب انت ليه ما كنتش بتقول صالح وكان بيكسب؟ دي نقطه مهمه جدا لازم نتعامل فيها كويس اعلاميا. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى بالنسبه لصالح، صالح لعيب كويس ولعيب كبير، لعيب امكانياته كويسه جدا، وممكن يكون مختلف عن معظم اللعيبه اللي في مصر، ولكن هو ليه دور، هو عنده حاجه شق لازم يشتغل عليه، وهو بدا يشتغل عليه. علاجه ايه؟ انا شايف ان علاج صالح بالنسبه لي انا ممكن يكون مختلف شويه عن اراء الناس تانية. انا شايف ان صالح طول ما هيلعب هتديله ماتشات كتير، هتجهده انه يركز جوه الماتشات بس، انه يركز في الكوره بس. ايوه. وصالح لما لعب وادى بشكل كويس كان موجود بيلعب اساسي في النادي الاهلي، وكان بيسجل وكان بيصنع بشكل كويس وكان بيأدي بشكل كويس. وكان موجود مع منتخب، يعني صالح كان موجود من الناس اللي وصلوا مصر لكاس العالم. يعني اعتقد مباراه الكونغو كان موجود، والمباراه اللي قبلها كان موجود. فاذا فهو ليه دور. ايوه. اذا فصالح طول ما انت بتلعبه، طول ما انت بتلهيه، يعني هنقول ان صالح ده زي يعني مش عايز برضه يعني هو مثل بسيط، الطفل الصغير انت طول الوقت هو بيضايقك في حته، انت الهيه. هو اللعب مفيش حاجه هترجع صالح غير انه يلعب، لكن طول ما انت ما بيلعبش انت بتشتته. يا اما حاجه من الحاجتين، يا اما المهم هو بقى عايز يلعب. بالظبط بقى، دي حاجه تانية بقى على صالح، انت تبقى ملتزم وتكمل التزام عشان دي انا شايف ان دي اخر فرصه ليه. يا اما نديله يلعب ماتشات كتير،
يا اما خلاص يخرج. انت برضو خد بالك انت بقى عليك لود ان هو موجود عندك في الفرقه والناس بتطالبك بيه، لو انت مش عايزه يلعب خلاص يخرج. فانا شايف ان الحل هو حليه، شايف الحل الامثل ان هو لازم يلعب ماتشات وترجعه وتدخله في الصوره تاني وهو عنده، وانت محتاجه، انت محتاجه في ظل وجود قفشه بس لوحده، لا انت محتاجه. وليد سليمان مش هيديك المباراه كامله، هيديك جزء من المباراه، وده ودي حاجه، دي سنه الحياه، ولكن انت محتاج حد يبقى يشيل كمان مع قفشه. انت النهارده خد بالك صالح بيلعب رقم 8 كويس جدا، يعني صالح في رقم 8 احسن من قفشه، ان صالح اساسا وهو في ام بي صالح لعب معاه في ام بي، وانا هو كان بيلعب رقم 8 وانا كنت بلعب رقم 10، فهو اساسا هو لعيب ديفندر، يعني هو مش لعيب رقم 10، يعني هو ما توظفش لعيب رقم 10، هو لعيب ديفندر بمواصفات رقم 10. لما جات له الفرصه انه يلعب رقم 10 لعب رقم 10 كان كويس جدا، واعتقد من احسن الناس اللي موجوده في مصر دلوقتي ومستقبلا. ولكن هو عليه دور ان هو يبقى ملتزم، عليه دور كبير جدا ان هو دلوقتي الناس كلها هو في اختبار من مدربه، اختبار من جمهوره، وهو عليه ان هو اللي يقرر هتعرف تكمل في اختباره ولا لا، دي بتاعتك. برضو ما ينفعش ان انا النهارده لو جيت ما لعبتوش هو يخرج عن التراك اللي هو ماشي فيه دلوقتي. هو لو ما لعبوش الماتش الجاي عادي، وممكن ما يلعبش وممكن بعد كده ما يلعبش، هو محتاجه صبر. طالما الناس، انت برضو صالح عنده فرصه ذهبيه ما بتجيش لحد كتير. انت ما بتلعبش والناس عايزاك، صحيح، وما بتلعبش والنادي متمسك بيك والاداره شايفاك ان انت حاجه كويسه، فانت دي ما بتجيش لناس كتير. طبيعي ان انا واحد ما بلعبوش سنه واتنين، طب ما يمشي ياخد فرصه في حته تانية، هو عامل عليا لود مرتبه، بدفع مرتبه وما بلعبش. فانا شايف ان هو ياخد ماتشات كتير، اعتقد ان هو فنيا هيرجع بالماتشات، وفي نفس الوقت انت هتلهيه خلاص، هو هيبقى تركيزه بس في الماتشات. لو حصل حاجه تانية يبقى هو خلاص، هو حدد مستقبله ومصيره ان هو خلاص شكرا، انا غير جدير بده. فانا شايف ان صالح لازم ياخد ماتشات كتير بدون ضغط، بدون ما الناس كل شويه صالح. انا لو مدرب هزهق، يعني انا لو مدرب وكل واحد في مؤتمر صحفي يطلع يقول لي صالح بعد كل تعادل او خساره، دي مش حاجه كويسه. وبعدين انت كمان انت في مركزك، انت بيلعب في مركز صالح لعيبه كويسه، تتكلم في مجدي قفشه لعيب كويس، لعيب كبير مش لعيب صغير. وليد سليمان نفس الشيء، فانت برده محتاج يبقى عندك صبر، عشان انت برده دلوقتي هنصنفك رقم 3، لما تيجي تلعب طبيعي تاخد بشكل تدريجي، فهو الصبر هيبان من هنا. لو انا شايف ان هو لو ما استغلش الفرصه دي لا يخرج خلاص، هو الناس صبرت عليه كتير جدا واخد فرص تاريخيه ما حدش خدها في حياته في النادي الاهلي. يعني صالح جمعه اكتر لعيب اخد فرص في النادي الاهلي. فانا بتمنى ان هو يتمسك بالفرصه، ان هو امكانياته مختلفه عن كل لعيبه مصر. كابتن محمد، يمكن الشوط الثاني بالذات بعد الطرد شفنا كابتن طارق العشري بالعشر لعيبه بتوعه كلهم تقريبا قدام ال 18، ما كانش الشوط الثاني فيه وجود خالص للنادي المصري. وزي ما قال كابتن علي، يمكن احنا شفنا بدايه ظهور الشناوي كان في الدقيقه 86، كويس. هل ده نتيجه ايه؟ نقص الخبره بالنسبه للعيبه اللي جوه، نقص الامكانيات، ولا هو حاسس بقوه النادي الاهلي والنادي الاهلي عنده الحافز انه يعوض، وان هو كان خايف من المكسب الثقيل للنادي الاهلي؟ بص، هو السبب توقيتات الاهداف، الهدفين مع طرد احمد ياسر في الدقيقه 42، فالاهلي احرز في اول دقيقه في الشوط الثاني هدف الدقيقه 46، الدقيقه اليوباجي هدفه الدقيقه 46، بعدها على طول بتسع دقائق حمدي فتحي راح جايب هدف ثاني كويس. فانت هتبص حتى تلاقي تغييرات كابتن طارق العشري بدات على طول في الدقيقه 61 بعد الهدف على طول، يعني 55 راح هو مغير 61 وبدا بص هنا الوقفه بتاعت لعيبه النادي المصري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والجول يعني قدام ال 18. انت عندك تمركز مهم جدا، مش بالعدد يا كابتن ايمن، انا ممكن انزل بقطره عدديه وابقى اكتر من المهاجمين بس محدش ماسك، محدش قافل زاويه التمرير ومحدش متمركز صح. النقطه يعني هنا مثلا او الناس كلها وقفت تبص على بادجي وحمدي فتحي ورامي مش متراقبين. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انا طبعا شايف ان الكابتن طارق كان اهم حاجه عنده واللي بيفكر فيها هو ان السكور ما يعلاش. هو توقيت الهدف دقيقه 46 وتوقيت الهدف الثاني بعديه على طول بتسع دقائق هدف، يعني اولا هو بيلعب ناقص واحد، ثانيا الحته البدنيه بانت جدا 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 الشوط الثاني،
النادي المصري لعبته حتى مش قادر تستحوذ، يعني في بعض الكرات في بعض المواقف كانوا يعني بيمتلكوا الكوره، لعيبه الاهلي مش بتضغط صح، ورغم ذلك مش قادرين ينقلوا صح. فهو طبعا لاحظ ده، كان كل همه ان السكور ما يعلاش، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي احنا حتى اتكلمنا فيها، قلنا ان كانت فرصه النادي الاهلي النهارده ممكن يضاعف النتيجه دي صح. بدل 2 ممكن تبقى 4 ممكن تبقى 5. ف يعني اللي انا عايز اقوله هو فكر في الحته دي بشكل كان شكل رئيسي جدا، وهتبص من تغييراته هتلاقي بهاء مجدي ده مدافع، فاهم قصدي؟ حجاج عويس لعيب مدافع نص ملعب برضو غيره، مصطفى طياره ده لعيب وسط ملعب، عبد الناصر ديماريا لعيب تحت المهاجمين، يعني هو استنفذ الخمس تغييرات بتاعته وكلها يمكن تغييره واحده بس في الدقيقه 45، وبقيه التغييرات بعد الاجوان في الدقيقه 61 و65 و85. كل ما فكر فيه كابتن طارق العاشري هو عدم زياده الاهداف اللي تخش فيه بالنسبه للنادي الاهلي، لان طبعا مع طرد لعيب من عنده وفي نفس الوقت امتلاك النادي الاهلي، الحته البدنيه كانت باينه فرق كبير جدا بين لعيبه الاهلي ولعيبه المصري، الاستحواذ الضغط كل دي هو فكر فيه. صحيح، بمناسبه قله الاهداف الشوط الثاني من النادي الاهلي بالذات، كابتن هاني كنت عايز اسالك في الكرات العرضيه، يمكن احنا شفنا الشوط الثاني طبعا استحواذ كامل من النادي الاهلي، واحنا كلنا توقعنا بعد الهدف الثاني زي ما قال كابتن محمد ان الاهلي يمكن عادل قال لنا مثلا في النص الشوط الثاني قال انا متوقع 5 جوال النهارده، وانا قلت احتمال نكسب 6 كمان النهارده، ولكن احنا من ضمن المفاتيح عندنا حته الكور العرضيه، شفنا الشوط الثاني قله في اتقان الكور العرضيه، يعني احنا رحنا كتير جدا ناحيه اليمين ولكن اتقان الكور العرضيه كان ضعيف شويه وخاصه ناحيه اليمين، ده كان ليه تاثير على الهجمات وخطوره الهجمات النادي الاهلي على النادي المصري وبالتالي قله الاهداف؟ اكيد يا كابتن ايمن، اكيد انت بتلعب النهارده 2 فراوده، فانت بتعتمد اعتماد كلي على الكرات العرضيه، ده طبيعي، انت النهارده لاغي الراجل رقم 10، فطبيعي ان انت زي ما اتفقنا والكابتن يوسف قال قبل الماتش ان الاثنين الهافات بيقفلوا بيدخلوا على نص الملعب عشان يفضوا الباكين. تمام، قبل ما اقطع كلامك معلش، احنا عملنا النهارده 17 كره عرضيه، 5 بس صحيحه، ده مؤشر مش كويس، مش مؤشر، لان انت يعني الفينش بتاع الكوره العرضيه بتاعك مش 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 مظبوط، وده يدل ان انت النهارده يعني الشغل على الجول ما كانش كتير النهارده، برده حتى التصويب برده قليل قوي النهارده، يعني لازم في مشكله لازم الراجل يشتغل عليها يا كابتن ايمن في التمرين كتير، لازم حتى لو انت بعد ما التمرين يخلص ممكن انت محمد هاني مثلا واحمد فتحي علي معلول محمود وحيد لازم بعد التمرين لو انت عندك مشكله فيها، ايه المشكله لما انت تتمرن لوحدك زود بعد التمرين، ده حاجه مش عيب ما دام في مشكله في الحته دي. لكن النهارده انا عايز اتكلم طبعا برضو مبروك للنادي الاهلي النهارده الفوز، مباراه طبعا يعني سهله، يعني الطرد النهارده سهل المباراه على النادي الاهلي، النادي الاهلي ظهر بشكل كويس، بس برضو التغيير يعني ايه، تغييره قفشه غيرت مجرى المباراه كلها كابتن ايمن، يعني تغييره قفشه انا الراجل برضو لحد دلوقتي انا مش مقتنع بالطريق باتنين فراوده دي خالص، يعني انا هفضل عند رايي النادي الاهلي ما ينفعش ان هو يلعب بالطريقه دي، النادي الاهلي عنده لعيب الكره كويسه جدا، يعني بانت لما قفشه نزل، لما وليد سليمان نزل، حتى لما صالح نزل للنادي الاهلي بقى ليه شكل شويه بيلعب كوره، وليد راح كذا مره للجول وكان ممكن يعمل اسيست لبادجي يجيب جول، كان في برده واحده ثانيه برده لوليد فضل مشي بيها بالعرض لحد ما قفل على نفسه، فروحت الجون كتير فدي حاجه كويسه، بس اهم حاجه الفينش، في مشكله في الفينش لازم اللعيبه تشتغل عليه الفتره اللي جايه. طبعا لعيبه المصري طبعا زي ما الكابتن يوسف قال برضو باين عليهم ان في مشكله عندهم في الحمل البدني، مش ما يقدروش ان هم يجاروا لعيبه النادي الاهلي بغض النظر عن الطرد، يعني بغض النظر عن الطرد، لا في مشكله في كذا واحد النهارده خرج بشد، فدي دي دي مشكله في لعيبه النادي المصري. طبعا تغييرات النهارده اللي نزلت عربي بدر، انا شايف ان هو امكانياته لعيب كويس، انا شايف ان هو
البادي بتاعه كويس سريع، يعني في كام كره كده زاد فيها باين ان هو لعيب كويس، وانا اتفرجت عليه في الناشئين في كذا ماتش، هو لعيب كويس بس محتاج ان هو ياخد فرصه. النهارده طبعا اصابه وليد سليمان، قصدي اصابه عمرو السوليه دي، انا برضو اتكلمت فيها قبل كده، قلت ان هو ماتشات كتيره دي هتبقى لود على اللعيب، لازم يبقى فيه ياخد راحه، لازم يبقى فيه ريكفري، لازم الكلام ده كله. النهارده برضو يعني تغيير علي معلول، انا كنت اتمنى ان هي تبقى من بدري شويه، لان انا كنت خايف برضو علي معلول برضو بقاله فتره كبيره بيلعب ماتشات، وبقاله فتره كبيره يعني بيلعب 90 دقيقه، فكان لازم برضو ان هو يريح. فالنهارده الراجل برضو غيره، محمود وحيد لما نزل كان شغال كويس، يعني الراجل لعيب كويس، ولكن هو محتاج برضو ان هو ياخد فرصه. فالماتشات دي يا كابتن عامر لازم تجهز اللعيبه كلها عندك، لازم اللعيبه كلها تاخد فرص، ولازم تريح الناس اللي هي الاساسيه عشان ما حدش يتصاب منك زي السوليه النهارده، زي الماتش اللي فات مثلا ايمن اشرف. فدي برضو مش عايزينها، ان انت خلاص كل 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 مدى بتقرب من ماتش الوداد، فاحنا عايزين يبقى انت كل الاسلحه اللي عندك جاهزه. فانا بتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله الراجل يدي للناس اللي هي ما بتلعبش، انت كده كده خلاص ان شاء الله الدوري انت لسه لك 5 ماتشات من 11 ماتش تكسبهم تاخد الدوري ان شاء الله، يعني بشبه يعني هو مش على الورق، او على الورق النادي الاهلي خلاص الدوري محسوم باذن الله، بس انت برضو لازم في حاجه برضو لازم تشكل تشكيل، يبقى تشكيل ثابت يا كابتن ايمن الفتره اللي جايه، ان انت هتلعب بيه ماتش الوداد، مش هقول ما الماتش اكيد برضو فرقه الوداد بتتفرج عليه كابتن يوسف، انت عارف الموضوع ده بيبقى موجود في ماتشات افريقيا دايما، ان بيبقى في ناس بتتابع وناس بتشوف انت بتلعب ازاي وطريقه لعبك والكلام ده كله، لكن انت انا رايي ان انت كل ماتش بتشكيله دي مش 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 حاجه كويسه، لازم تثبت تشكيله عشان تعرف انت هتمشي بيها ازاي والفتره اللي جايه هتشتغل بيها ازاي. بس خلي بالك بمناسبه التغيير في التشكيل، احيانا الراجل بيكون مجبر على كده، يعني بيبقى في اصابات، في ايقافات، يعني احنا مثلا في خط الظهر كل ماتش بنشوف 2 قلبي دفاع غير الاثنين اللي قبلهم. انا بتكلم يعني على الحته اللي قدام يا كابتن ايمن، ما بتكلمش على الحته اللي ورا، انا بتكلم على التشكيل ده، احنا بقى لنا اكتر من 4 ماتشات نفس هو نفس الريتم ونفس التغيير كل ماتش، حتى طريقه اللعب. انت الماتش الزمالك بدأ بثلاثة في نص الملعب صح؟ الماتش اللي فات بدات باثنين بقفشة تقريبا، وكان اجاي تقريبا، الماتش النهارده بدأ باثنين فراوده، فانت كل ده برده بيبقى بتعمل لخبطه للعيب، انت النهارده بتلعب في مكان تاني، الماتش اللي بعده بتلعب في مكان تاني. فانا ما بعرفش اركز، انا كلعيب ببقى حابب ان انا العب في مكاني وبادي، يعني قفشه لما بتشوفه على الطرف ما بيأديش زي ما هو في مكانه، فده طبيعي. فانا بتمنى ان الراجل ان هو الفتره اللي جايه يثبت تشكيل الفتره اللي جايه، على اساس ان انت تقدر ان انت تبقى جاهز لماتش الوداد ان شاء الله. كابتن علاء، من ضمن الكلام اللي قاله نجومنا النهارده ان الشوط الثاني شهد سيطره كامله من النادي الاهلي. طبيعي. ده وضع طبيعي. طبيعي نتيجة جدا. نتيجه طبيعي النقص جداً العددي للنادي المصري، ولا نتيجه ان الشوط الثاني شهد بعض التغييرات هي اللي اثرت في الاداء الفني للنادي الاهلي؟ كل اللي اتقال في كل اللي قالوه الساده الزملاء ده صح، يعني الطرد ساعد، التغيير ساعد، الهدف اللي جه بدري ساعد، كل الكلام ده ايمن خلاص فريق المصري ما عندوش حلول. حل الوحيد ان هو يقف في نص الملعب ويحاول ان هو النتيجه ما تزيدش. هو ده على فكره اي حد في بيتفرج على المباراه في الشوط الثاني يعرف ان ده المبدا مش عايز النتيجه تزيد. لكن كل الـ الامور اللي حصلت دي من طرد لهدف مبكر للمجد موجود في نص الملعب، الحاجات دي كلها، نزول وليد، الكلام ده كله هو اللي اداك السيطره دي. ممكن السيطره دي كانت ممكن تبقى اهداف اكتر بكتير على فكره، لكن الاحصائيه اللي انت قلتها بتاع الكره العرضيه هيديك بس حته عدم اتقان، يعني انت وصلت كتير قوي، لكن صح. المحصله ايه اللي كان بيتكلم عليها هاني دلوقتي؟ محصله ما فيش اتقان في الكره العرضيه، مع ان في ماتشات كتير قوي بتكسبها كره عرضيه تعمل صح، يعني ممكن يقول لك انا النهارده انا وصلت 3 مرات حرس هدفين من كره عرضيه، انت ممكن توصل بعدها كبير قوي، لكن الاتقان نفسه والدقه في اخر لمسه ايمن هو ده المهم، انت ممكن تشتاق اتفضل. صح، لا يعني هي ايجابيه من ضمن الايجابيات انك انت بتستخدم الاطراف كتير، ولكن الحته الاخيره، ما هو الحته الاخيره بقى لازم انت وصلت بعد كل الشغل ده، وصلت لاهم حاجه، اهم حاجه ايه؟ تلعب الكره صح، الكره العرضيه، عشان ما هو يعني الكره العرضيه هي اللي هتجيب بقى الهدف، خصوصا عندك 2 زي ما اتفقنا 2 فراوده بيجيدوا لعب الهواء، وعلى الارض كمان 2 كويسين قوي غير الناس اللي بتكمل زياده معاهم. فما ينفعش بقى نعمل شغل حلو قوي يمين او شمال واروح اعمل الكره العرضيه اما عاليه قوي او تطلع بره او تيجي على الارض، انت كل الشغل اللي انت عملته ده وتعبت فيه
ملوش اي لازمه. يعني الكره العرضيه حتى اللي عملها هاني هي على الارض، بس الراجل ايدي استفاد منها صح. لانه راح وخد خطوه زي ما شرحنا الهدف، لكن ايدي استفاد. لكن المفروض يا ايمن كل ما توصل على الاطراف لازم تبقى عندك دقه جامده جدا وانت بتعمل الكره بعرض. دي كره الهدف اللي هو يعني مش عايز ابالغ واقول ان في لعيبه وهي رايحه هي بتنشع على الراجل نفسه انه هيروح في المكان ده، فانا هعملها هنا او اعملها في مكان خطر صح. او خصوصا ان كان في كثافه عدديه النهارده. بالظبط. انت بص يا ايمن، انت النهارده الكره العرضيه كانت عندك كل المميزات والامكانيات تعملها صح، وان انت نتيجتها كانت هتبقى شبه مضمونه صح. كثافه عدديه كويسه قوي، واخد الاطراف كويس قوي، والمساحات موجوده، واقفين كويس، متمركزين كويس، وكمان في تمركز خاطئ من لعيبه النادي المصري زي ما كان محمد دلوقتي يوسف بيتكلم بيقول زحمه، لكن ما فيش زي ما بقول لك انا ما فيش حد بيمسك حد. فهو ده، دي سلبيه على فكره. أيوة. سلبيه انك وصلت كتير قوي لكن النتيجه ايه؟ مفيش هدف بكره وجات على الارض كمان. فهو ده لازم يبقى الشغل، انت بتلعب عشان تستغل اطرافك دايما. النادي الاهلي على فكره مش في الجيل ده، في كل الاجيال بيعرف ازاي يوصل اطراف كويس قوي، ويعرف ازاي يعمل الكره عرضيه زي جت على الارض حتى بس معموله لواحد او كوره عاليه ازاي يعملها كويس. ده من كابتن مصطفى عبده، ما هو من ده من زمان جدا يا ايمن، انت بتعرف ازاي تستغل الاطراف. لكن النهارده توصل كل ده والمحصله مش بالكم اللي انت كنت عايزه او بالكم الصح، لا يبقى فيه لازم كره عرضيه يا جماعه اوصل. الراجل بيعمل الكروس ده لازم يبقى عنده اتقان جامد جدا 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 حتى لو تعبان. لان انا كمدير فني كلنا كده بنشتغل واتعب عشان ايه؟ اللحظه اللي هقدر اعمل فيها اللي الاقي فيها المساحه الاقي فيها كره عرضيه. ايوه بس فالكره عرضيه لازم تبقى ادام بتعتمد عليها يبقى لازم تبقى مميز فيها جدا. ايوه كابتن عادل، الاداء الفني انا شايفه النهارده ان هو اتحسن على الماتشات اللي فاتت. حتى اللعيبه جوه الملعب عندها الاصرار، عندها الروح. قد تبدو في بعض الوقت يعني من المباراه سواء الشوط الاول او الشوط الثاني ان الكره ما كانتش ماشيه شويه، ان في تمريرات مقطوعه شويه، ولكن عندهم الحافز ان هم يعملوا حاجه كويسه. كويس. بعد الجول الثاني احنا توقعنا ان اللعيبه لازم تطمع شويه. يعني حتى الماتش كان متسهل شويه. ده سبب برضو خلي اقول لحضرتك برضو ده سبب يعني برضو لازم نحطه من ضمن الاسباب ان كان في فرص كانت ممكن تستغل بشكل احسن من كده. لما انت بتستسهل المباراه بعد الهدف الثاني بقت سهله، مباراه سهله ومباراه انت كسبان 2-0 وطرد وحاله والحاله البدنيه اللي فرقه المصري اللعيبه حسيتها جوه الملعب. بس انت دلوقتي نفسيا ومعنويا بترجع نفسك. هو ممكن بيبقى عندي شراهه اكتر من كده، يعني في كذا كوره جت لوليد هو عايز يفوق نفسه. ايوه في كذا كوره ممكن يشتغل بيها بشكل جماعي، لا هو عايز يشتغل فردي، وده شيء طبيعي وارد جدا بيحصل في كل انديه العالم الكبير والصغير واحسن الناس في العالم. بيجي لك كور بتبقى انت عايز تطمع عشان تفوق نفسك. ايوه ودي نقطه مهمه جدا. النهارده خلينا منطقيين، كان في حمله الفتره اللي فاتت شرسه على كل الناس، على كل الناس اللي موجوده في الفرقه، ان طول الوقت انت عايز يوقعك او عايز يشدك معاه لتحت. فده شيء وارد جدا، وده يعني هو الفرقه الكبيره كده. الفرقه الكبيره اول ما تحس ان هي ما بتاديش ال 100% بتاعتها بتلاقي ناس كلها بتنتقد او الناس كلها عايزه تنتقد في الحته دي، فده شيء طبيعي. ولكن انت بتكسب وممكن تكون انت في احسن حالاتك، لكن النهارده انا شايف المباراه النهارده فنيا ممكن تكون من احسن المباريات اللي فاتت، وده هيبان، وده برده دي جزء في العامل البدني. وبرده الحته بتاعت الكروسات اللي هي اللي فيها مشكله اللي ما فيهاش اتقان ليها برده شويه حاجتين. يعني ناحيه هاني انا شايف ان هاني مش هقول فاقد الثقه في نفسه شويه، بس هو يعني لا محتاج ياخد ثقه اكتر. وانا شايف ان هاني محتاج جلسات فرديه كتير، وان هو يبقى فيه كلام كتير، بالذات كمان ده هيبقى رقم واحد عندي، ده اللعيب. انا دلوقتي بتعامل ان هاني اللعيب رقم واحد عندي، فلازم على طول زي ما كابتن يوسف قال ان جونيور لازم يبقى فيه حد في ودنه على طول، حد بيتكلم معاه. هاني برده محتاج حد معنويا يدعمه بشكل كويس، محتاج حد نفساني يتكلم معاه، ده شيء مهم جدا. الفتره الجايه الماتشات متعاقبه، فصعب انك تشتغل لا شغل بدني ولا حتى شغل خططي تقدر تشرح فيه حاجات جوه الملعب. فانت محتاج اعداد فرديه كتير. علي معلول العكس، علي معلول عنده ثقه في نفسه ولعيب
يعني الثقه موجوده، ولكن هو لعب كام ماتشات كتير الفتره اللي فاتت بعد بعد توقف كبير، لعب كام ماتشات كتير، فحالته مختلفه. ايوه معلول ممكن يدخل في اوفر لود، هيبقى حمل زايد ليه ان هو الماتشات المتعاقبه دي كتير، محتاج انا شايف ان علي محتاج يريح من البدايه. ده حتى النص ساعه اللي بتنزلها مختلفة عن البداية، فيها تسخين نص ساعة وفيها إجراءات كتير جوه أوضة اللبس، وبعد كده بتطلع وبتيجي وبعد كده تلعب 60 دقيقة ولا حاجة، بيبقى فيها إجهاد أكتر. فأنا شايف إن علي والحرق اللي بيحصل في أول 45 دقيقة بالظبط أكتر بكتير أوي من العرق. فعلي فحتة الهجمات دي برضو محتاجة إن إحنا نشتغل عليها، وأنا شايف إن النهاردة أو من دلوقتي أنا شايف إن في 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 مسافة كافية بيننا وبين أقرب منافس ليك في الدوري، في فرق نقاط يسمح. أنا شايف إن أنت محتاج تحضر لمباراة الوداد من دلوقتي، مباراة الوداد لازم تحضر لها بدنيا دلوقتي، ما ينفعش إن أنا عشان أكسب بطولة الدوري بسرعة أخسر مباراة الوداد، وأنا عندي كم ماتشات قليل قبل مباراة الوداد وعندي كم مباراة كافي بعد مباراة الوداد، فأنا شايف إن التركيز دلوقتي لازم يبدأ نشتغل على مباراة الوداد فنيا وبدنيا. إن شاء الله هنكمل كلامنا مع كابتن محمد يوسف في النواحي الدفاعية ولكن بعد هذا الفاصل. بنرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وكنا قبل الفاصل كنا بنتكلم مع الكابتن يوسف عن أداء الأهلي من الناحية الدفاعية النهاردة. لا النهاردة النواحي الدفاعية لو اتكلمنا فيها كفريق بشكل كامل، حتى من قدام من عند باجي ومروان محسن، أنا شايف إن مفيش خطورة. يعني النهاردة يمكن أنت قلت في لغاية الدقيقة 86 ما كانش في أي خطورة فعالة قوي على الشناوي، التمركزات صحيحة، إنما يعني عايز أقول إن مفيش اختبار حقيقي، مفيش ضغط هجومي على النادي الأهلي النهاردة. خط الظهر يعني ياسر ورامي تصرفوا بشكل جيد جدا مع الكرات اللي موجودة، محمد هاني برضو شارك في كام كرة، أكتر من كرة قطعها علي معلول نفس الكلام. فالنهاردة ما تقدرش تقول يعني مقياس جيد او حاجه، كان يعني في ضغط جامد جدا على النادي الاهلي على اساس ان تشوف اداء المدافعين، لكن طالما انت طلعت بنتيجه صفر ودي اهم حاجه بتكون مسؤوليه خط ظهر النادي الاهلي ووسط ملعبه مع طبعا حراسه المرمى، اهم حاجه ان انت تطلع صفر. ودايما بنقول ان الفريق اللي بيدافع بشكل جيد سهل يكسب. ليه؟ لان انت بتبحث عن هدف. صح. فلما بتبقى طول ما انت صفر لو جبت هدف خلاص طلعت بالثلاث نقاط، لكن لما لا قدر الله بيخش فيك هدف بتبقى محتاج هدفين. صح. ليه؟ لان انت هدفك مش تعادل، انت هدفك الايه؟ الفوز دايما، المكسب. فالمكسب ده بيصعب عليك لما بيجي فيك هدف، فبتضطر ان انت تبقى عايز تجيب هدفين. رجل المباراه، والله انا رجل المباراه بالنسبه لي اختاره باجي. يعني بادجي النهارده صنع، جاب هدف وصنع الثاني بدماغه من الكروس بتاع احمد الشيخ، فاعتبره رجل المباراه. كابتن هاني رجل المباراه بادجي برضو. بادجي بس برضو مش عايزين نبخس حق احمد الشيخ برضو كابتن ايمن. احمد الشيخ مع انه هو لسه مش جاهز 100%، قول رجل مباراه من غير ما نقول حد تاني. لا الشيخ برضو رجل لازم نديله حقه، بس هو الشيخ تالق الشوط الثاني. يعني هو الشيخ ولا بادجي؟ اقول لك لا بادجي، بس اقول لك على حاجه كابتن، اقول لك على حاجه. انا ممكن في لعيبه الكوره كابتن ممكن طول الماتش ما يجريش كتير، بس ممكن يعمل لك واحده يخلص لك بيها مباراه. النهارده الشيخ عمل الجون الاولاني لمحمد هاني، محمد هاني عمل عرضيه جت جول، الجون الثاني برضو هو اللي عمل الكروس، بادجي لعبها بالعرض لحمدي فتحي وحمدي فتحي حطها. فبرضو هو برضو يا كابتن مش جاهز الشيخ، انا شايف ان هو مش جاهز، لكن هو لما بيكون بالظبط، فلما بيكون في الفورمه بيبقى احسن من كده بكتير. فبادجي احسن. بادجي رجل المباراه. كابتن علاء بادجي برضو. امال بتفكر في مش عارف لا حاجه في دماغي كده. بادجي بتفكر في الشناوي. بتفكر في الشناوي. بادجي لا الشناوي ما جاش النهارده. وادي جول بتاع بادجي. الخطوه دي عجبتني جدا جدا. هو بيتطور يا كابتن، نص الجول بيتطور يا كابتن من كل ما شاء الله، واخد الثقه وبيعلى من ماتش لماتش، وبقى في عنده قبول عند الجماهير النادي الاهلي، ودي اهم حاجه برضه. صحيح صحيح. والهدف كابتن عادل، والهدف الملغي محدش خد باله الملغي احنا مش عايزين نتكلم عليه، لان الكابتن نصر عباس هيكلم. لا مش بتكلم على الحاله التحكيميه، بتكلم على الكوره تتصرف معاها بشكل كويس جدا،
وهو عنده قوة انفجارية، بشوف من تحت رجليه بقوة، ودي برضو مش بقى كل الناس عندها الملكة دي. حاجة كويسة جدا، بيتعامل بيها كويس جدا، بيتصرف في الكرة كويس. فأنا شايف برضو بضم صوتي لصوت الكباتن وبادجي يعني للقاء الثالث على التوالي، هو صحيح. أحسن لعيب في المباراة. احنا كلنا متفقين على بادجي بالظبط، ويمكن ابتدى دلوقتي كمان يكسب ثقة الجمهور، يعني بجانب ان هو حاسين ان هو بيعلى من ماتش لماتش، وظهرت عنده حاجات كتير جدا كانت غايبه الفتره اللي فاتت. هو في حاجات، في مواقف بيتحط فيها دلوقتي نتكلم فيها، او في مواقف بيتحط فيها وهو ما بيعرفش يتصرف فيها كويس. خلينا منطقيين يعني. هو الجانب الايمن بيتصرف فيه كويس، الكوره اللي بيروح فيها ناحيه الشمال اللي بتبقى معدول عليها عشان يشتغل بيها دي عنده، مش هقول عنده مشكله فيها، مش مميز فيها. ففي حاجات بتبين، يعني بتبين مميزاتك قوي، وفي حاجات بتشويه بتقللها. فانا شايف ان هو يتحط في الحتت دي يعني. حتى الاختراقات من ناحيه اليمين اكتر بيتعامل بيها بشكل كويس، الكره العرضيه بيتعامل معاها كويس، بدا ثقه. اقول لحضرتك حاجه، الثقه برده لو لعيب مصري هياخد وقت في الثقه، بالذات لو فريق النادي الاهلي. هو لعيب افريقي وما اخدش ماتشات كتير، فاحنا الناس حكمت عليه بدري، وده برده يعلمنا تاني ان الحكم بدري على اي لعيب مش مطلوب، وما بقاش فيه مبالغ فيه يعني. حتى برده ما ينفعش برضو لعيب بيسجل ماتشين ثلاثة ومبالغ فيه في تقييمه، برضو لازم تقييمه يبقى وسطي، عشان لما يقل تاني لو قد الله حصل له حاجة تانية يبقاش ان هو كويس قوي ده وحش قوي، ده فرد النادي الاهلي النهارده مزبوط. بكره مش فرد النادي الاهلي، صحيح. فلازم يكون في وسطيه شويه في التقييم يعني. يمكن هو طبعا كان نجم المباراه النهارده، بالرغم من ان في جول تقريبا بنسبه كبيره جدا جول صحيح ملغي، والف الف مبروك للنادي الاهلي. وبنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر. شكرا يا ايمن. كابتن محمد يوسف الف شكر. شكرا كابتن ايمن، ومبروك للنادي الاهلي. كابتن عادل مصطفى الف شكر. الف شكر. كابتن هاني العجيزي الف شكر. شكرا. والشكر ايضا لحضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.